احنا توقفنا المرة السابقة عند الكالي النكس. طبعا بالنسبة للإيميج اللي نزل يوبنتو هيكون في إجراء علشان نعمل تنزيل للسنورت. أما إذا نزلت الكالي لينكس هيكون تقريبا أغلب التولز موجودة فيها، فبفضل إنه تنزلوا الكالي لينكس تسهيلا لكم. والكالي لينكس ممكن تنزلوا من السايت osboxes.org أو من kali.org. إذن يا إما من kali.org أو من osboxes.org. خليني طيب توقفنا المرة السابقة عند تنزيل الكالي لينكس، عند تنزيل عفوا اللي هي سنورت. خلينا نروح على الايمج خاص بالكالي لينكس او اس بوكسيس. حتى أتأكد إنه السنورت موجود ولا مش موجود، من خلال التيرمينال بنشغل أو بنكتب الأمر التالي وبين تيرمينال نقول سنورت ناقص V سنورت ناقص بي ناقص بي بدون هذه كل مقدمة. Then notice me. Okay. فهي موجودة بما أنه أعطاك رسالة. فإذا أردت أنك تنزل سنورت فإما بتستخدم الكوماند هذه sudo apt install snort أو apt get، install snort
أو بتنزل كالي لينكس بيكون كل التولز اللي احنا بحاجتها موجودة فيها. يعني مش كلها، اللي احنا بنحتاج الأغلب اللي التولز اللي بدنا إياها موجودة فيها. الآن خليني بس أمر على بعض الكوماند اللي موجودة في على كوماند خاصة بالنتورك على الويندوز عشان أعرف الـ IP address لأي جهاز أو الجهاز اللي أنا بشتغل من خلاله. بكتب IP config slash all IP config slash all مش عارف حرف ال أنا مش انتبه مثلا هنا يا إذا أي بي كونفيج ستاش أون أي بي كونفيج سوري أي بي كونفيج فبيعطيك ايش الانترفيس الموجود عندك. بتدور على الانترفيس اللي من خلاله بتشبك على النتورك. فهنا انا موطيني انه انا شابك على النتورك من خلال ال 192.168.15 الجيت واي او النت سبمت ماسك 255.255.255.0 والجيتوي اللي 192.168.1.1 واللي بيكون هذا هو الراوتر اللي أنا من خلاله بشبك على النت أو بيجيني الريكوست الخاص بالنت. هذا نوع الكونكشن هنا لاحظ فيزيكال أدرس وبعض البروبرتيز مثل انه انا بستخدم DHCP وهي هنا محدد لي انه شو نوع النتورك كارد فهي عبارة عن ايثرنت كارد ادابتر. هل في وايرلس؟ طبعا وايرلس هي هنا بس مش شابك من خلاله فعشان هيك ما له اي بي ادرس مذكور هنا بس هنا بس معطيني معلومات عنه وممكن يكون يعطيني كمان الماك ادرس بس هي مش موجودة حاليا. اذا اي بي كونفيج سلاش اول هذا بالدوس او على الويندوز. ممكن انا استخدم الكوماند اللي باللينكس اللي هو بيكون اف كونفيج اي اف كونفيج if config if config هنا بيعطيني انه انا عندي two interfaces ETH 0 وايش مواصفات هذا الانترفيس. من بينها راح يكون الـ IP address لاي هنا حاطط لي انه انا بستخدم 10.0.2.15 هذه عبارة عن الماكسيموم ترانسفير يونت 1500 النت سبنت ماسك 255.255.255.0 البرودكاست 10.0.2.255 إذن أنا من خلال اف كونفيج بتعامل او بجيب الاي بي ادرس او بجيب ايش الانترفيسز اللي من خلالهم بشبك على النتورك.
اوكي في سؤال المطلوب تنزيل الكالي لينكس والسنورت. سؤال بيسأل نعم إذا نزلت الكالي لينكس هو أصلا السنورت يكون موجود أو إنه اليوبنتو اللي موجود عندك ممكن تعمل أبديت للأوبريتنج سيستم للماشين وبعدين تنزل كالي لينكس وتعمل أبجريد وبعدين تنزل كالي لينكس. طيب كيف أتأكد أنه موجود؟ استخدم الكوماند snort ناقص v أو sudo snort ناقص v sudo snort ناقص v بيعطيك حين تدخل الـ OS boxes باسورد انا دخلته واس لوكسس دوت اورج اوكي فبيعطيك رن لما يعطيك رن معناته السنورت موجود هاي لحد الرن هنا هاي رن initialization complete and بحكي عن snort version تبعه and so on. نلاحظ انه هاي قاعد بعمل sniffing بيحاول يتصيد في الباكيت اللي موجوده كنترول اي معلق بعمل كنترول زد عشان اطلع منها. طيب هل الان اذا السنورت نازل على هذا الكالي لينكس الخطوة اللي وراها الآن احنا قلنا بنعرف الانترفيسز من خلال الـ IP الـ F config وإذا كنت بتعامل مع الـ network من خلال الـ wireless فبستخدم IW config IW config بيعطيك انه شو المواصفات الانترفيس ولانه حاليا انا مش شابك عن طريق الوايرلس فمش معطيني اي انتري. طيب ايضا من ضمن الشغلات اللي الواحد لازم يكون على اطلاع اللي هي استخدام البنج فالبنج هذا تول بيساعدك على انك تعرف اذا كنت انت متصل عبر النتورك ولا لا وممكن من خلاله تعمل انفستيجيشن بسيط تكتشف من خلاله انه اذا كنت انت بارت من هذه المشكلة يعني جزء من المشكلة او لا جزء من مشكلة اتصال عبر النتورك فمن خلال البنج ممكن أنا أعرف بعض المعلومات مثلا بنج مثلا لو قلت له ياهو.com شوفوا شو ممكن أنا أعرف معلومات لاحظ إذاك أنت لاحظ إنه هنا الاتصال يكون للأبد بالياهو بضل ينفذ للأبد فتعمل له كنترول زد أيوة واحدة ثاني شيء أنت متصل عبر النتورك بدليل إنه حصل كونكشن بينك وبين ياهو والياهو بترد عليك
حسب الريكوست تبعك. اذا هنا ايضا هاي معلومه. المعلومه الثانيه انه بيعطيك الاي بي ادرس للياهو. يعني انا هنا رساله وفهمت منها انه الرساله جايه من ياهو والاي بي ادرس ياهو دوت كوم. المك الاي بي ادرس لهذا الياهو دوت كوم هو 98.137.11.164. اذا انا عملت او خلينا نقول من ضمن الشغلات اللي ساعدني الاي سي ام بي في معرفتها اللي هو الاي بي ادرس للديستنيشن. وهذا البنج هو نفسه موجود على الدوس. وانا قلت له بنج هنا مثلا الواي يوديت الديديتو ايديو دوتو. لاحظ انه هذه الكوماند هي عبارة عن ملف معمول مثلا بالبايثون مكتوب فيها اوامر عشان ننفذ شغلة معينة وهي قاعد بتنفذ تحت اشراف الادمنستريتور. اذا انا بنسى طبعا اكتب سودو فانت باي ديفولت تعرف انه موجوده من ضمن الكوماند لانه سودو بتعطيك بريفليج اعلى من اليوزر. طيب اذا انا ممكن استخدم نفس الكوماند بينج عن طريق الويندوز او عن طريق اللينكس. احنا طبعا كل هدفنا انه نركز على اللينكس بس انا بعطي يعني بعض الامر المقابله الموجوده بالويندوز. يعني كل امر موجود باللينكس اكيد في امر مقابله بالويندوز. واذا مش موجود ننزل التول إذا كنت أنت بحاجة. طبعا أنت لما بدك تيجي تعمل penetration testing في المستقبل مش راح يجي واحد يقول لك والله أنت على أي operating system بدك تشتغل. هو بيجيك الأمر أنه في مشكلة. فإذا كان operating system Windows فبدك تشتغل على Windows وإذا كان operating system Linux فأنت راح تشتغل على Linux. إلا إذا هذه البنك من البنك ما أعطانيش بحكي لي دي بنك ريكوست could not find. دكتور أنا كاتب جو جي بي مش جوردن. أنا رحت على بعض. أشكرك. إذا هنا بيحاول إيش بكي يعطاني الاي بي أدرس حتى للوايو 86.108 دوت 11.0. ليش ما اعطانيش اعطاني تايم اوت. انا اكتب نفس الكوماند هذا على لينكس طبعا من ويندوز للينكس ممكن يكون ما فيش الكليب بورد مش موجود. شوف والله اذا كان الكليب بورد لا مش نفسه. عشان تعمل انت انيبل للكليب بورد ما بعرف اذا حكيت لكم هذه المعلومه سابقا تروح على الفيرتشوال بوكسز وبتختار سيتنج وهنا تختار في شيء اسمه شيرد
يعني أنا مشغله ممكن يكون مش صعب، مش بروح على نفسه اللي إذا معناته الإيمج. هاي هنا بختار view machines input devices، نعم بختار shared clipboard يكون باي دايركشن، باي دايركشن يعني انا اقدر اعمل كوبي واشوفه بالويندوز، وهناك اعمل كوبي واشوفه باللينكس من خلال الكليبورد. بس انا مش ما اشتغلتش معي، بس يعني مش راح ادقق ليش ما اشتغلتش. اي بي عفوا احنا كان اللي هو اي بينج ويودو تديدو جو تايم اوت. اللي لما يكون فيش رد هنا هيعلق او مش هيعلق، بيضل يحاول. اعمل كنترول زد، ممكن يكون انا لازم اضيف ال www او انه البنج مش فعال، او مش انه مش فعال، يكون السيرفر تبع وايو بعمل disconnect لا او بعمل reject لمثل هيك باكيت. بهاي الحالة مش راح يجيني رد من الوايو دوت دوت جو. شو السبب بالضبط ما بعرفش، بس ممكن نقول والله احد الاسباب انه الوايو داون، او ممكن يكون جهازك داون، أو ممكن يكون النتورك بيني وبين الوايو داون. إذا البنك هو أحد الوسائل اللي ممكن من خلاله تبدأ تعمل تيستينج شو المشكلة عندك بالجهاز. الآن لأنه أنا أصلاً عملت بنج للوايو إلى الياهو وأعطاني إجابة، معناته أنا مشكلة مش من جهازي، مشكلة مش من جهازي. من ضمن الكوماندز ايضا لازم يكون على درايه بها، اللي هو انه اشوف ايش الراوتنج تيبل الموجود عندي. فاجي اقول نت ستيت، او قبل ان ناخذ نت ستيت خلينا نشوف الاي ار بي. الاي ار بي اللي هو ادرس ريزوليوشن بروتوكول، اي ار بي ناقص اي بيعطيني ال اي بي ادرس ويعطيني الماك ادرس الخاص بي. وانا مش سائل سؤال او مش محدد له بالضبط على ايش انا بدي، فلو قلت له مثلا اي ار بي بدي اشوف الماك ادرس للراوتر الخاص بي. طبعا الراوتر الخاص بي اللي من خلال بشبك على النت حكينا راح يكون اللي هو هاي الجيتوي 192.168.1.1. أنا أروح عليه192.168.1.1. ما أعطانيش. أنا أشوف إذا أنه بينج لل 192.168.1.1. أوكي هو فعال، وتركم على لينكس بيضلوا للأبد يعمل له بينج. فبدناش هنا نعطل. طبعا البينج هذا بيقلل من كفاءة الجهاز، لأنه بصير الجهاز تبعت له بنك يرد عليك، تبعت له بنك يرد عليك، فهذا الرد يعني وكل مرة بيرد على باكيت بنك راح يقلل من كفاءته أنه يستقبل الباكيتس من other users أو other machines ويرسلها إلى شركة الاتصالات، عشان شركة الاتصالات هي اللي تشبك على النت وترجع الجواب أو ترجع الريسبونس. طبعا شو راح اقول تعمل بينك وتخليه للابد شغال.
المهم ف إذا أحد الكومات ممكن نستخدمه بالنتورك اللي هو ARB net state ناقص ANO هي بتعطيني برضو ال routing table net state ناقص AOU على ما أتذكر. طبعا مش مهم السويتشز بالترتيب A N O A N O أو A O N ما بهم الترتيب A N O. فهذه بتعطيك أنت كل البورتس اللي شابك عليها الجهاز وإيش نوع البروتوكول. فمثلا البورتس اللي ممكن هنا مثلا هذا البورت متصل معك وبعمل كونكتنج وبيستخدم الستريم ستريم سكوت اللي هو التي سي بي نفس الكوماند ممكن تستخدمه على الويندوز نت ستيت أظن السويتشز مش عارفه فممكن أنت دائما بالويندوز اعمل هيلب بهذا الشكل أو لما اتش فبيعطيك الكوماند نت ستيت ديسبلي اور كونكشن ناقص اي ديسبلي اور كونكشنز اند ليستنج بورت إذا ناقص اي هنا ناقص اي أو ستاش اي سوري. فهنا بيعطيك الكونكشنز ولاحظ لسه كان بعمل سيرش فهي ممكن تفيدك لقدام طبعا نشوف كيف ممكن يستفيد منها بس بتفيدك بمعرفة ايش الكونكشنز اللي موجودة على الجهاز تبعك. الراوتين تيبل ممكن انا احصله من خلال راوت كنترول زد اعمل كنترول زد عشان اطمنها عملت مرتين ثلاثة كنترول اكس كنترول سي كنترول سي اذا استجاب بالكنترول سي. لو جيت حكيت له راوت طبعا الكوماند اللي بيشتغلش ممكن تسأل او تدور كيف صيغة كتابته. هنا الناس يحط الاي فهي بيعطيك الراوتينج تيبل اللي موجود عندك على الجهاز وممكن انت تستفيد من هذه بمعرفة يعني انت ايش الكونكشنز اللي مربوطة من خلال انو كونكشن بتقدر توصل للنت. طبعا نفس الامر هذا بقدر اكتبه هنا على لينكس راوت فهنا لينكس بعطيك اجابات مختصرة بجوز لانه انا ادمنستريتور فيعطي اجابات دقيقة. في عندنا كوماند ما بعرف اذا من نازل على لينكس اللي هو اي بي اوكي موجود اي بي اذا شو السويتشز اللي موجودة اي او ان او ار فاي بي سلاش اي بيعمل نفس فكرة اي بي كونفيج اي بي ناقص اي فبيعطيك ايش هذا وين انا موجود على لينكس مظبوط مظبوط نفس الاي بي ماينس اي شوف الهلب طبعا مشان تعرف ايش السوشيز بتعمل مان اي بي انا هنا السوشيز ناقص بي برنت ذا فيرجن ناقص اتش بيعطيك statistics with the human readable ناقص بي طبعا هناك بس بحكي لك بس لاين
إذا تكبس إنتر بعطيك سطر بصير تمشي سطر سطر. تكبس سبيس بعطيك الصفحة اللي بعديها. بس هيك راحت علينا صفحة السابقة. خلينا نعمل كويت وأعيد مرة ثانية. مان اي بي. طيب هلا ناقص بي. اوكي بلاش اياها هاي. نشوف اللي بعديها فورس اس مور انفورميشن دي ال اف ناقص اربع. طيب اذا خلينا نختار ناقص دي لوب ناقص اس اوت اوف مور انفورميشن اف دي options twice. خلينا نجربها. إذن هو أنا بدي أوصل له إنه في عندي الـ IP هذه ممكن أستفيد منها في معرفة الـ IP address في معرفة الـ route في معرفة بعض الأمور. IP ماينس إذا احنا شو حكينا مش متذكر ماينس R مثلا الراوت. اوكي هذا لانه يمكن ما عندي صلاحية خليني احطها اي بي سودو الاول سودو. اوكي اوس اكسس نفس المشكلة. بقى بدي أرجع للماني وأشوف شو الأوامر الموجودة فيها. ما هي بيعطيني هنا ناقص V ناقص H ناقص F ناقص 4 ناقص L loop ناقص O وناقص R size name ناقص C. إذن معناته في تكملة لازم يكون بتحط انت السويتش وبتحط معها برضو بعض المعلومات. في حكينا عن الاف كونفيج و اتوقع هيك اهم الكوماندز اللي موجود عندي دي انا بحتاجها اخذناهم. طبعا في كوماندز ثانيه بس يعني كله حسب الحاجه حسب حال ما انت بتعرف او قارئ بالمانيوال عن هذه الكوماندز ممكن انت تستخدم بعض اذر كوماندز. طيب نرجع احنا للسنورت. هديت نحن اصلا من الاساس على السنورت. فممكن السنورت الان بدي ابدا استخدم اوامره او اتعرف على اوامره. في انا نزلت لكم المانيوال على الإيلرنينج ممكن يساعدك هذا المانيوال في التعامل مع السنورت. فهذا بالمانيوال يعطيك بالضبط إيش السويتشز اللي بدك تستخدمها وشو مفروض يعطيك. يعني هنا سنورت ماينس بي دي إي هي نفسها سنورت ماينس دي ماينس بي ماينس إي أو بأي ترتيب هو موجود فيها. هذا ماينس بي إحنا اتفقنا وبيعطيك TCP show the IP header أو طبعا هاي IP سواء كان UDP ولا ICMP أو TCP header بس هو هذا اللي بيعطيك إياه. ناقص BD وأنا بعمل حسب ما بحكي المانيوال instructions not to display packets that data as well as the header. ناقص BDE هنا بعمل لك listed to be listed separately and so on. يعني انت ممكن تقرأ بالمانيوال ايش الشغلات اللي بدك تعمل معها. مثلا هنا snort minus dev minus l وتكون طن l تاني اللي بدي اعمل log لإله وعمل logging على dot log على اللوج فايل. وهنا حاطط ماينس اتش يكون الادرس اللي بدي اتعامل معها بهذا النتورك 192.168.0.1.
/24. إذن هنا the rule in Snort that will print out data link والheaders اللي تابعين ويخزن النتيجة في اللوج هي أنا حاطين وبيحكي عن النتورك اللي أنت شابك عليها. طبعا النتورك هنا تحكي عن مجموعة الأجهزة المشبوكة في البيت. هنسول إذن السلايدات خلينا نشوف السلايدات. أوكي هذه بالسلايدات بيحكي لك إنه كيف تتعامل مع الملفات الخاصة بالسنورت. أول شيء بدنا نعرفه إنه في ملف فيها يجمع كل الرولز أو الكونفيج فايل للسنورت سيتنج موجود على فولدر ايتك سنورت واسم الملف snort.config. طيب بهذا الملف جيتها كيت كات كات يعني استعرض شو موجود بهذا الملف etc. طبعا تنسوش تحطو السودو then cat etc slash etc. طبعا slash etc تعني أنا من الروت من بداية الجذر من الروت بدي أروح على etc بدي أروح على جوات etc في عندي فولدر اسمه snort. وبدي أروح على snort.config. خليني أعمل تاب بيعطيني مساعدة شو ممكن يكون ملف. لو عملت تاب مرتين بيعطيك مجموعة الملفات اللي موجودة. اوكي هاي config اعمل انتر فراح يعطيك انت هاي الكونتنت للconfig فهو بيحكي لك الملفات او السيتنج للسنورت موجود هنا. انت كان عندك دراية كفاية ممكن انك تعمل عملية setting manual setting حسب الحاجة اللي انت بدك اياها. طبعا هذه كنت كلية الكونتنت للكات. بامكانك انت تيجي تستعرض الكات صفحة صفحة طبعا باستخدام كات كوماند انك تقول له ودي لي النتيجة على redirect على process اسمه vg يعرض لك اياهم صفحة صفحة بيج اكن يتذكر بيج ايش بيج نعم طيب أنا بتذكر اسمه VG بس يبدو مش موجود هذا البروسيس. VG بعرض لك إياه صفحة صفحة للأسف مش موجود. أو إنه تعمل redirect للنتيجة أو تروح تفتح الكات نفسه تحكي له نانو مثلا نانو بس عشان يسمح لك في السودو نانو ETC snort. بيعطيك طبعا لما تبست على تاب بيعطيني ايش كل الفولدرات اللي موجودة داخل الفولدرات او ملفات اللي موجودة داخل الفولدر ETC واللي تبدأ بحرف الأس. لما تكبس اثناء تاب أنا كنت حاطط حرف الأس فبيعطيني كل الملفات اللي تبدأ بحرف الأس. وهنا بدي أنا snort.config هاي snort.config فما يلاحظ ما سمح ليش والله sudo غلط كانت sudo
هاي دخلت على الملف وممكن أقرأ إيش محتوياته صفحة صفحة وأمشي خطوة خطوة. طيب خلينا نعمل كنترول كنترول إكس عشان أطلع منه. إيش كمان معلومات عندي هنا؟ في عندي فولدر اسمه رول بيعطيني كل الرولز اللي موجودة أو الديفولت رولز اللي موجودة على هذا الفولدر، واللي من خلاله بدنا نتعلم كيف نكتب الرولز. زي ما بذكركم السنورت هي عبارة عن انتروجين ديتكشن، بيشتغل بأكثر من مود. احنا عندنا بسلايد 15 إذا بتتذكروا الثلاثة مود اللي هما نتورك سنيفر، ترافيك أناليسز، and انتروجين ديتكشن. في كمان اللي هما انتروجين ممكن تكون يشتغل كانتروجين بريفنشن إذا بتحدد له الرولز بشكل سليم. إذن هنا بعمل سنيفينج، ممكن أعمل ديتكشن، ممكن أعمل أليرت. المقصود بأليرت إن هو يتخذ أكشن. هنا يعني ما أعطيك كيف تنزل سنورت، أوريدي نازل عندك بيكون بالكالي. أوكي، في كمان ألام. في شيء تاني هنا هاي سنورت. ممكن تروح أنت على الفولدر سنورت من خلال CD command. CD يعني change directory. فإذا بدك تروح على سنورت فبتقول له cd /etc/snort. انتر. فأنا لا موجود على الـ etc. هاي bwd. بيورجيني إنه هو الموجود، هو البرنت وركينج دايركتوري. اعمل ls هناك تشوف شو الملفات اللي موجودة. ls minus l يعني بتعطيك more details، فبيورجيك إنهم هذول عبارة عن ملفات، وفي واحدة منهم اللي هي folder rule عبارة عن دايركتوري. هاي من هنا بعرف. وبما انك انت مشروط مش مسموح لك الا انه تعمل ريد بس. اوكي، اذا هذول الملفات ممكن انا استخدمها او استفيد منهم اني اعرف ايش الرولز وكيف تكتب الرولز. اوكي، اذا هذه خلينا نشوف ايش كمان هاي الملفات الموجودة. عشان أعمل باكج سنيفينج فهاي الماينس بي مفروض إنها تبدأ تشغل باكج سنيفينج. يعني سنورت وما تكون العنوان ماينس بي، بس خليها سودو موجود. هاي بيعمل بعد هاي معلق وبيعمل بيستنى انه يصير يستقبل اذا في باكتس بتيجي بيعرض لك اياها. كنترول زد عشان اطلع منها. اوكي، هاي مثال على تنفيذ هذا الباكت سنيبينج. ممكن اعمل باكت لوجينج. لوجينج يعني أشغل أسجل على لوك فايل شو قاعد بصير عندي أكتيفيتي بالنتورك. فالباكت لوجينج هي عبارة عن لوكس للباكتس، وكأنك بدك تنزل تعمل لوكس وبما بعد بدك تحلل زي ما سوينا بالواير شارك. الواير شارك بيختلف عن السنورت، إنه الواير شارك بس بيجمع لك باكتس، ما فيها آلية إنه يعمل أليرت أو يعمل
ارسال مسجز او يعني بما ينبه كده وجد باتن معين او بيهيفير معين او سيجنتشر معين مش او كان مريب. بهاي الحاله لما يكون مريب بيخبر او بنفذ حسب الالرت المعطى له. ف بهاي الحاله طبعا اللوجينج هنا بيعمل لوج للباكيتس وبيعمل بيجيب اغلب الانفورميشن اللي احنا بحاجتها. كمان بيعمل لوجينج للاي بي ادريسز الموجوده في النتورك. وطبعا هذا كله ممكن ترجع للمانيوال وتشوف انت بعض الكوماندز اللي يعني طريقه التعامل معها. هلا اذا كنا نشغل ال سنورت على شكل سنيفل مود او سنيفر هي بنقول سنورت ناقص سي اي تي سي سنورت دوت كونفيج ناقص ال وخزن لي اللوجينج على الباث سوري على الباث سلاش بار لوج سنورت. اذا اللوج فايل راح يتخزن بهذا الباث اوكي وراح يتبع الرولز اللي موجوده بسنورت دوت كونفيج. اذا الناقص سي مشان تتحدد له بالضبط وين موجود الكونفيج وهي ماينس ال مشان تحدد له وين موجود اللوجينج. إذا بدك تشغله بالباك جراوند طبعا هنا المقصود فيها بالباك جراوند إنه ما تخليهوش يعلق أو خلينا نقول ما تشوفش التعليق على التيرمينال فبتحط إيش إشارتين الأند أند بهذا الشكل. أنا لو تقولنا لما تحط الإشارة الأند تعني إنه شغله بالباك جراوند فما بيعلقش التيرمينال عندي. طبعا هذه بنستخدمها إحنا خلينا نشوف مثلا عايزين نعطيها مثال عليها بس خلينا نكتب الكوماند كامل. اذا ماي سنورت سي دو ماينس سي من عفوا ماينس سي من سلاش اي تي سي سلاش سنورت سلاش سنورت دوت كوم ماينس ال لوج يكون موجود على سلاش بار على ما اتذكر سلاش سنورت بار لوج سنورت سلاش بار سلاش لوج سلاش سنورت. اذا انا في عندي فولدر اسمه سنورت موجود على الاي تي سي وايضا فولدر اسمه سنورت موجود على اللوج اندر فار. لما احط الان بالباك جراوند هذه اند يعني معناته نفذ العمليه بالباك جراوند خلينا نشوف تنفيذه بدون باك جراوند. هاي بدي اشيلها هاي تنفيذه بدون باك جراوند. هاي بيبدا اعمل سنيفينج ويسجل هذه المعلومات في اللوج فايل. هذه المعلومات بيكون في لها اكثر من يعني اكثر من وسيله اني اقراها بس بالنهايه برجع بقول لك انه لازم اقراها او افهمها حسب ما هو موجود بالمانيوال. فهنا بيعطيك ايش انواع البروتوكولز اللي تعامل معاها. يعني لاحظ هنا اي تي سي بي هي السورس كان بيشتغل على بورت كذا اليو دي بي بيشتغل على بورت كذا والتي سي بي كان تي سي بي الاي سي ام بي مش موجود فلذلك هو حاطط صفر. يعني هنا بعطيك انواع البروتوكولات المستخدمه وهل موجود فيها
السورس والديستنيشن. فالسورس هنا اني و برجع مرة ثانية بقول نقرأها من المانيوال للتوضيح أكثر. فأنا الآن بدي أشغلها بالباك جراوند بحط أند. طبعا في بعض أنا بشغل الشغلات اللي بتعلق بحطها بالباك جراوند، فلاحظ هيها هي موجودة بالباك جراوند. هلا كيف ممكن أتأكد إنها موجودة بالباك جراوند؟ شو بحكي؟ هو أظن W الW لحالها يعطيك ايش ايش الموجودة كبروسيس، او بتكتب بي اس ماينس يو يعطيك ايش البروسيس اللي شغالة. فأي بروسيس لسه مش منتهية بتظهر عندي هنا، فمش موجودة عندي اللي انا شو شغالة سنارت. سنارت ستاربين شيت ما مشغلة أو خلصت. بتكون هاي بعطيك هنا البي اي دي بروسيس اي دي للبروسيس اللي بتظهر أمامك. هي لو حكيت ماينس اي ماينس اي توقع بعطيني مور انفورميشن. هيا سنارت ناقص بي، هل هي ما زالت موجودة؟ طبعا لاحظ اي انا استخدمت سيدو لان الروت هو اللي شكلها بالنسبه بالنيه العادي. اي سنوت ناقص سي هيها موجوده، هذه موجوده على هذا البروسيس. هلا اذا بدي الغي هذا البروسيس بحكي له كل ماينس 9 وأبتعطي الـ BID لهذا البروسيس. كوبي ومن بيست هذا عشان تمر كل أي بروسيس أي كلام له كل أتجد أنه الآن مش موجود. تقول له BS ماينس AU مفروض ما يلاقيه هوش موجود. احنا ايش اللي لقينا تتذكروا؟ ارجع بلاك الف وثمانمية وخمسة مش راح تلاقيه هنا. الف وثمانمية وخمسة المفروض نعمل له كل ما اشوف شو كان اصلا. 1805 كان هذه هي سودو سنورت ناقص سي. فهنا لو تيجي تطلع سودو سنورت ناقص سي ناقص ايش كانت؟ 1805 سودو سنورت ناقص سي المفروض ما تكونش موجودة. مش موجودة سودو سنورت تقصي مش موجودة. وانا بيعطيك ايش الاوامر الموجودة في الميموري بي اس وكيف تعمل له الغاء باستخدام كل كوماند. كل ماينس 9 يعني ignore all signals. ايش كمان طيب هلا احنا لو نشوف ايش اللي موجود بال خلينا نمسك واحد من ال الرولز ونشوف شو موجود فيها. ممكن اجي اقول له والله انا موجود هسه موجود على رول هاي الاس انا موجود بي دبليو دي مش موجود على رول. فبقول له سي دي رول مش موجود الرول هنا الاس ماينس ال شو كانت رولز عفوا سي دي رولز بس انا موجود على فولدر رولز. نشوف شو في عندي ملفات. فممكن امسك ملف واحد
اشوف شوف معلومات الموجودة فيه مثل DNS. DNS تترول. DNS تترول اقول له حسب المثال بينج او نانو سودو نانو زي اديتور النانو واسمه DNS تاب اعطيني اسم الملف تترول هذا هو الرول يبغى أرجيك إيش كيف الكوماند الموجودة فيها التعامل مع مثل هيك نوع من الرولز بعدها alert tcp ال alert يعني الأكشن بدك تسويها كان نروح على هيك مثل البروتوكول كان نوع TCP السورس ادرس هنا بده يكون external net على اي بورت different يعني مش معروف شو اي بورت بنتعامل كل البورتات يعني هذا السهم تعني هي من السورس للديستنيشن اذا كان ديستنيشن انت فهي داون ستريم اذا وهذا البورت 53 هون يحكي له المسجز اللي اذا تحققت نعمل عليه اريت هنا شو كاتبين انه اذا تحتوي المسج على هذه الكونتنت على هذه الداتا اعمل لي اريت خلينا نشوف بالضبط تفصيل شو كيف شكل نشوفها هنا هيا الرولز بيكون في رول هودر رول اوبشنز والاكشنز مثل خلينا نجيب مثال على رول مش موجود هنا مثال على رول هيا alert tcp من any source ip address او any port ip address الى ال ip address 16810 سلاش 44 اذا اي نتورك موجود الاي بي ادرس اي بي ادرس موجود على هذا النتورك واحكي له بيدور لي انه بسبق تشبيك على واحد من هذول البورت 1 الى 1023 يعني كانه بقول اعطيني اليرت اذا كان جايبين التي سي بي كونكشن من اني اي بي او اني بورت الى النتورك او اي جهاز موجود على النتورك 192.168.1.0 سلاش 24 تعني هذا النتورك ويكون الكونكشنز من السورس جاية على واحد من البورتس التالية اللي هي من 1 إلى 1023 إذا كان تحقق هذا الشرط أعطيني عليها أليرت هذه معنات الرسالة هنا وخلينا نقول بنكمل الحصة القادمة عن بقية الأكشنز حسب ما هو متوفر عندنا إن شاء الله أي سؤال يا شباب خلينا ننهي هنا الله يعطيكم العافية